رئيس الحكومة أحمد الحشاني أشرف اليوم على مجلس وزاري خصص لمواصلة النظر في ملف الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2023-2024، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام بغديري نمصية ووزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي ووزير التربية محمد علي البغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير. بعد النظر في الإجراءات المقترحة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أقرت الجلسة المجلس جملة من الإجراءات والقرارات المهمة جدا. أولا، الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب مع توفير التغطية الاجتماعية، كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد شغورات الطارئة. أيضا تقرر انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا، كما تقرر تسوية وضعية 1018 مدرس للتربية الاجتماعية، نحكي هنا على تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية. عدة قرارات كبيرة وكبيرة جدا أقرها هذا المجلس الوزاري المضيق، لأنه العودة المدرسية رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد وشدد على ضرورة إنجاحها، وبطبيعة الحال كان أعطى الأوامر خاصة لوزير التربية وبقية الوزارات المعنية والمشمولة بالعودة المدرسية، مش كان التربية كهو، فما الشؤون الاجتماعية، فما التعليم العالي لأنه فما عودة جامعية أيضا وعودة تكوينية، زادة كيف نحكي على العودة التكوينية اللي هي التكوين المهني وما أدراك ما التكوين المهني. به نواصلوا في بقية الإجراءات. تقرر أيضا الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة حوالي 500,000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 50-100 دينار. تقرر زيادة الترفيع في المنحة الخاصة ببرنامج روضتنا في حومتنا من 50-70 دينار شهريا، وليشمل 25,000 طفل منتفع من العائلات المعوزة. تقرر أيضا مواصلة معاضدة العائلات محدودة الدخل من خلال دعم تلاميذ المرحلة التحضيرية من أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ 100 دينار، ومواصلة تخصيص مبلغ 120 دينار لحوالي 30,000 طالب من أبناء العائلات المنتفعة بنفس البرنامج. كما تقرر أيضا ضمان توفير الكراس المدعم بالكمية الكافية والعمل على حسن توزيعه في كامل تراب الجمهورية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، وفي إطار تعزيز البنية التحتية واللوجستية للمنظومة التربوية وخاصة في المناطق الريفية، تم إحداث 10 مؤسسات تربوية جديدة ابتدائية وإعدادية. تم أيضا بناء 400 قاعة بالمدارس مخصصة للسنة التحضيرية، إلى جانب توفير 95 حافلة و12 عربة لنقل الأكلة المدرسية. كما تم الانطلاق في برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول التحول الطاقي لفائدة كافة المؤسسات التربوية بكلفة تقدر ب 300 مليون دينار. كل هذه الإجراءات من أجل إنجاح العودة المدرسية والجامعية وأيضا التكوينية. مساعدات مهمة لأبناء العائلات المعوزة إذن أقرتهم رئيسة الحكومة، ويعني كنا أشرنا لهم في هذا الفيديو. في بقية المقالات الأخرى هناك نجاح كبير
ونجاح زاد مشرف أيضا لتونس. تقرر تعيين بلال الجاموسي نائبا لمدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات. كما بشي وصل الجاموسي قيادة قسم لجان الدراسات بمكتب تقييس الاتصالات. للإشارة فإنه ممثل تونس في الاتحاد الدولي للاتصالات من مواليد 7 أفريل 1967 بصفاقس، متحصل على شهادة الدكتوراه والهندسة في علوم الكمبيوتر تخصص شبكات الاتصال، تخرج من جامعة في الولايات المتحدة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حائز على 23 براءة اختراع أمريكية في ميادين شبكات البيانات والشبكات الضوئية والشبكات الراديوية وجودة الخدمة. تصريح لأنيس الجزيري، أنيس الجزيري اللي هو رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، باش تنعقد دورة السادسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا نهار 20 و21 سبتمبر الحالي في تونس. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أنه المؤتمر باش يكون فرصة لتقديم رسالة طمأنة لدول العالم بأنه تونس ترحب بالجميع وبالفاعلين الاقتصاديين منهم. وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية للإشراف عن المؤتمر، قال بأنه عنده أمل في حضوره لإيصال رسالة قوية مفادها أن تونس تبقى دولة إفريقية. وقال الجزيري في تصريحاته أن تونس تعرضت إلى حملة مسعورة بعد الموجة الأخيرة لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، وأضاف أن العديد من الدول استغلت الحملة لضرب تونس اقتصاديا، وأكد أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين والبعثات الدولية منها من الهند وبولندا إلى جانب مؤسسات بنكية إفريقية بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار باش يكونوا في الموعد خلال المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في تونس. وحول فرص موقع تونس من جديد في إفريقيا، أكد الجزيري على ضرورة التوجه نحو فتح السوق التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من الدول الإفريقية الجديدة لتطوير صادرات تونس. وقال بأنه الأسواق الإفريقية هي أسواق المستقبل، ودعا إلى ضرورة عدم التردد في الاستثمار فيها باعتبار أنه تونس في موقع قوة صناعياً حسب تأكيداته. وأكد على أهمية هذا الموعد وهذا المؤتمر بالنسبة لتونس اللي لازم تاخو حظها فيه وبشي نعقد في تونس، ولازم زادة تسجل فيه عدة أهداف اقتصادية وتدخل إلى إفريقيا والأسواق الإفريقية.